ومساحتنا الأولى الصباحية لليوم أريج رح نتوقف فيها عند أكثر الأشياء اللي بنستخدمها خلال اليوم، هي الصابون اللي تخطط وظيفة النظافة وصار بيدخل بعدة وظائف جمالية، منها نضارة البشرة وصحتها والأنواع اللي لازم إنه نختارها بناء على بشرتنا. بالكاندي شوب لليوم كفايين مع الدكتورة نورين قولي لنتعرف أكثر على الفوائد الطبية اللي ركزوا عليها خلال مشروعهم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي على شاشة. اهلا وسهلا فيكم. صباح اهلا وسهلا فيك يا دكتوره، يعني اليوم اضفتي لصباحنا رائحه عطره وبتجنن عن جد، الله يعطيك العافيه. نحن حابين نتعرف بشكل دقيق اكثر قديش الصابون له اثار سلبيه وايضا ايجابيه على بشرتنا. اكيد طبعا، مثل ما كلنا بنعرف انه كل شيء بالدنيا فيه له سلبيات وايجابيات، الصابون كمان واحد منها. نحن بصير منفوت بالموضوع السلبي للصابون اذا كنا ما بنعرف نوع بشرتنا بالاساس لنعرف الصابون صحيح اللي نقدر نستخدمه لبشرتنا. فنحن اول شيء لازم نعرف نحن شو البشره اللي عنا اياها، شو بنعاني من مشاكل، نروح عند دكتور جلديه وبعدها بنصير بنعرف ننتقي المنتجات المناسبه لبشرتنا. بس يمكن دائما النصيحه الدائمه اللي بتسمعيها من دكاتره الجلديه انه قد ما فيكي بعدي عن الصابون، يعني روحي للكريمات والمرطبات افضل للبشره بغض النظر عن نوعها. فينا نقول صحيح. هلا نحن في عنا صابون معين هو مرطب للبشره، مو بس الكريمات مرطبه، هو المرطب بيجي داخل تركيب الصابونه. في عنا صابون هو خير دليل انه هو مرطب للبشره. فنحن في عنا انواع كثيره للصابون، في الصابون اللي بنستخدمه للتغسيل الطبيعي بالبيت بيكون، في عنا صابون طبي، في عنا صابون معزز بالفيتامينات وبمعادن وبالمرطبات. فنحن مثل ما قلت لك لازم اول نعرف نحن طبيعه بشرتنا، لازم نعرف شو تركيب الصابون وننتقي الصابون المناسب لبشرتنا، هيك نحن بنبعد عن اي اخطاء وعن اي سلبيات ممكن تاذي البشره. يعني احنا بهالطريقه اول خطوه لازم نتعرف عليها هي طبيعه بشرتنا وشو الصابون المخصص لها، لانه هون يمكن بيكمن الاثار السلبيه للصابون. انه اذا الصبيه ما استخدمت نوع الصابون المناسب للبشره ممكن يرتد عليها الموضوع بشكل سلبي وتتاثر اكثر بشرتها. خلينا نتعرف شوي على اهم انواع وتركيبات الصابون اليوم اللي جايبت لنا اياهم. هلا انا حاولت اليوم انتقي من كل شيء بدنا نحكي عنه، كل المواد الطبيعيه موجوده بالصابون عندنا. نحن مثل ما بنعرف بدايه انه البشره هي ثلاث انواع، في عندنا البشره الجافه يلي بتكون خشنه الملمس رقيقه وبيبين عليها علامات تقدم السن دائما، في عندنا البشره الدهنيه، البشره الدهنيه دائما افراز الدهون بيكون زايد عندها. أكثر بشرة بتعاني من موضوع الحبوب، دائما بنلاقي في حب شباب أو حبوب أو مظهر زيتي بيبين على البشرة. وفي عنا البشرة المعتدلة أو المختلطة، يلي تماما بتكون عادية، مساماتها مالا كبيرة ومالا صغيرة، بس بتعاني من موضوع مشكلة التيزون يلي هي عنا شكل حرف التاء على الوش بيكون مظهره زيتي. بس هي أكثر البشرات معتدلة. طبعا بدنا نذكر البشرة الحساسة يلي هي بتعاني من احمرار دائم أو حك في حال طبق علي اي شيء ممكن يؤذيها او منتجات تحسسها. وفي عندنا بقى بشرات بتعاني من امراض مثل الاكزيما، مثل الصدفيه، مثل الثعلبه، هدول كمان امراض بدها علاج طبيب جلديه. نحن الصابون عندنا صابون كاندي شوب مغطي كل هدول المراحل، في عندنا صابون معزز بالفيتامينات لمشاكل جلديه معينه، في عندنا صابون بزيت. طيب خلينا دكتوره نبلش معك خطوة خطوة ونحكي عن أنواع البشرات وأنه يمكن الصابون الأفضل لإلهم. خلينا نبلش بالبشرة مثلا الدهنية، يمكن الدهنية اللي بيعانوا منها أكثر الصبايا خصوصا صحيح. في فصل الصيف يعني صحيح. وتقلب الفصول يعني في معاناة مثل ما قلتي هي اللي أكثر عرضة لحب الشباب والحبوب بشكل عام. تمام. هلأ نحن بدنا نتذكر بس شغلة صبايا أنه دائما مو البشرة إذا تشخص لأنه هي دهنية فبتضلها دهنية كل العمر. هي بتختلف مع اختلاف المواد اللي منطبقها على البشرة. ممكن البشرة تكون جافة تصير دهنية، ممكن من فصل لفصل مثل ما ذكرتي حضرتك، بالصيف ممكن تصير البشرة دهنية وتقلب جافة بالشتوية. بالنسبة للبشرة الدهنية نحن بدنا نحاول نوازن الإفراز الدهني بالبشرة، فبنستخدم دائما بنستخدم صابون يخفف من الإفراز الدهني، ممكن نعمل سكروب من فترة لفترة للبشرة لحتى نفتح المسام ما يصير في عنا أوساخ عالية داخل البشرة تعمل عنا حبوب. صحيح.
فينا نستخدم صابون الحليب اللي هو دائما. شو التركيب الافضل يعني تمام. من بالصابون هلا ما في شيء معين لبشره معينه، ممكن دائما كذا مشكله تكون بالبشره، فمنلاقي دائما صابون يحاول يغطي كل هدول الجوانب. بس فينا نستخدم مثلا زيت اللافندر، هو كثير مهم، اللي هو صابون اللافندر مثل ما نحن هون شايفين. صابون اللافندر هو زيت اللافندر منظف للبشره، فيه انتي بكتيريال، فيه مضاد فطور، حتى مثل المنتول هو او مثل صابون النعناع، حتى بيغطي هدول الجوانب كلياتها، وهو الانسب بالنسبه للبشره الدهنيه. طيب شو اهم الانواع الطبيه يمكن اللي عم تستخدموها انتم بهالمنتوجات الجميله تبعكم؟ حبيبه قلبي كاندي شوب دائما مو بس نعرف بمنتجاته الطبيه ومواده الطبيه الداخليه فيه، نحن حتى على مستوى الشكل دائما بنحب السيده تحب تغسل بصابونتها كل يوم. في عنا نحن كثير غطينا منتجات يعني. تماما مشان هي تهتم بهذا الموضوع، وفيها تغير من فتره لفتره. في عنا صابون العسل والعكبر. العسل مثل ما كلنا بنعرف مضاد اكسده، مضاد بكتيريا، بحارب الشيخوخه. نحن دائما لازم نهتم بهدول الامور، مو بس الشكل. فمو دائما السيده بتجي لعنا بتخبرنا انه بدي هي الصابونه حبيتها، نحن بنقدر نعطيها اياها. في عنا بزيت الورد، زيت الورد ما كلنا بنعرف هي زيوت مقطره من الورد، نحن كمان مشهورين بسوريا بالورد الدمشقي او الورد البلدي تمام. فهو بيدخل كمان بصناعه زيوت الورد. في عنا بزيت حبه البركه، في عنا بزيت اللافندر مثل ما ذكرنا تماما، في عنا بزيت اللافندر، في عنا للاطفال كمان سكشن مخصص. الاطفال هي مثلا مثل هاي تماما. الاطفال دائما بتكون الروائح اللي بالصابون ما بتكون مخرشه ابدا، بننتقيها بكثير تماما تماما. ما بيكون فيها مواد مخرشه. انه دائما يغسل ايديه ويغسل وجهه. صحيح صحيح، وخصوصي بعمر الاربع والخمس سنين دائما بتلاقي بيعزف، فبصير بحب. فلهيك بتلعبوا على الاشكال نوعا ما. اكيد خلينا. أكيد طبعا. ننتقل معك دكتوره للبشره الجافه، اهم المركبات يمكن من خلال الصابون اللي لازم يستخدمه. طبعا هلا البشره الجافه كثير دقيق لازم يكون التعامل معها، لانه اي شيء بتحطيه على البشره ممكن ياثر عليها. مثل ما ذكرنا نحن بدنا نرطبها للبشره، ما بدنا نخفي عنا الرطوبه، فنحن بناخذ اما الصابون اللي فيه جليسيرين المعزز بالجليسيرين، لانه الجليسيرين مثل ما كلنا بنعرف هو خير مرطب، بيستعملوه حتى كانوا من زمان بموضوع الحروق كانوا يحطوا جليسيرين. في عنا الالوفيرا عامل مرطب كمان كتير منيح، المصريين القدماء واليونانيين أول من استعملوا الألوفيرا بهذا الموضوع. فنحن صابون عنا معزز. في عنا صابون الحليب كمان مثل ما ذكرت دسمه 60%، كمان بيكون كتير مرطب للبشرة الجافة تمام. كمان عم نشوف يمكن مثل شامبويات هدول شاور جل، وفي عنا شامبويات كمان ممكن يكون حسب كل بشرة شو بيناسب كمان كل جسم. طبعا عزيزتي هلا بالنسبه للشاور جيل في عنا انواع كثير بالشاور جيل بكاندي شوب. في عنا اللافندر، في عنا الاعشاب، في عنا جوز الهند اللي هو كثير مرطب، كله فايت له نسبه من الجليسيرين، فايت له الالوفيرا، فايت له مواد منظفه رقيقه على الجسم في حال شخص ما بيحب يستخدم الصابونه بوقت الاستحمام تمام. وفي عنا الشامبويات بالنسبه للشعر. في معلومه مهمه انه نحن دائما الشامبو ما لازم ينزل لتحت، لازم نعرف هي الشغله انه لازم الشامبو بس على فروه الراس يضل، ما نغسل فيه كل الشعر. الشامبو فيه مواد منظفه، نحن على الاغلب شعرنا من تحت بيكون نظيف، فنحن ما في داعي ننزل الشامبو لتحت، بس بنغسل فروه الراس ما بيصير يضل اكثر من 30 ثانيه كمان. والكونديشنر او البلسم لازم بس على اطراف الشعر، ما لازم يطلع لفوق. إذا نرجع شوية للبشرة وبشرة الوجه، يعني في كتير صبايا بيكون عندهم شوية لغط بنوعية الطبقة الأساسية اللي لازم يحموا وجههم فيها، يمكن أشعة الشمس أو من طبقات المكياج اللي ممكن هن يستخدموها، هون شو بتنصحيهم؟ أول شيء نحن لازم دائما أي شيء نطبقه على بشرتنا لازم يكون الأساس نظيف، لازم تكون البشرة نظيفة. في عنا ما ورد المقطر، نحن بكاندي شوب كمان في عنا ما ورد مقطر كتير كتير بيشكروا منه.
انه المعوج المقطر هو بسكر المسام، فنحن فينا نطبق المعوج قبل المكياج. لازم نحط مرطب على البشره او منغسل بصابون مرطب، بعدين بنصير بنقدر نطبق المكياج. طبعا في عندنا كريم الاساس مثل ما كلنا بنعرف، وكثير فيه انواع وكثير فيه الوان، وفي مع او بدون واقي شمسي. نحن لازم نعرف ننتقي المناسب لبشرتنا مشان ما يصير في عندنا تجفاف، ما يصير في عندنا قشب، وما يصير عندنا افراز زيوت غير محبب مثل ما حكينا تصير البشره دهنيه. طبعا وقت النوم كمان لازم نفس العمليه نعملها، عملية لازم تنظيف كامله وترطيب قبل النوم. طبعا في عندنا التونيك، لازم نستخدم تونيك لينظف، هو بي او معين مناسب للبشره، بنضف فيه البشره مشان ما يكون في عندنا رؤوس سوداء او يفوت الميك اب لجوا. بنحط كمان، فينا نستخدم مع ورد، فينا نستخدم صابون منظف، وبعدين بنطبق المرطب اليومي اللي بنستخدمه. حتى المرطبات بدي اذكر انه البشره الدهنيه لازم تترطب، مو يعني اذا هي افراز. وهي معلومه كمان الكل لازم يعرفها، البشره الدهنيه لازم يكون في ترطيب ليلي ونهاري، لانه بيفكر طبعاً الواحد انه في عنده افرازات زياده، ما في داعي للترطيب. هذا اكبر غلط. البشره الجافه الحساسه، حتى بشره الاطفال مثل ما كلنا بنعرف، لازم كله هذا يترطب مشان يحافظ على رطوبه البشره داخل البشره، ما يطلعه لبرا على الهواء الخارجي. طيب دكتوره، خلينا ننتقل معك كمان للبشره المختلطه اللي هي بين الجافه والدهنيه، يعني مثل ما قلتي بيكون فيها نوعا ما خليط، دائما بنلاقي الخدود جافه، الجبين دهنيه، الانف دهني، والدقن نوعا ما شوي. انه افضل كمان صابون او نوع من الصابون التركيب له؟ بالنسبه للبشره العاديه او المختلطه، هي اكثر انواع البشره شيوعا عندنا نحن بالشرق الاوسط. افضل الانواع فينا نذكر صابون الورد، فيه زيت الورد الطبيعي مثل ما حكينا، بسكر المسام وبشد البشره، غير انه بنظم الافراز الدهني. في عندنا صابون باحماض الفواكه الطبيعيه كمان بتنظم الافراز الدهني بالبشره المعتدله او المختلطه، بتنظم افراز منطقه التيزون. في عندنا كمان اللافندر مثل ما حكينا، واهم شيء العسل. العسل كونه هو بيغطي كل المشاكل، فهو كثير كثير رقيق على البشره وبيحارب ينصح للنوع البشرتين يمكن. تماما العسل هو اكثر شيء للمختلطه، بس كونه بيصلح للمختلطه فهو بيصلح للدهنيه وللجافه كمان. فكمان هي، وطبعا السيده لازم تعرف تعتني ببشرتها، لازم تعرف مثل ما حكينا نوع بشرتها كيف تعتني فيها ليلا، لانه فتره الليل وفتره النوم هي اكثر فتره نحن بنعطي وقت راحه للبشره. فنحن لازم دائما قبل النوم نعتني ببشرتنا، وبالصبح مثل ما كلنا بنعرف وبواقي الشمسي لازم هذا دائما يكون زميلنا او رفيقنا خلال كل اليوم. بالتاكيد دكتوره نورين، يعني في كمان نقطه بتهم كل الصبايا، انه شو يستخدموا نوع من انواع الصابون لحتى يمكن يساعدهم اكثر بعدم امتصاص بشرتهم للكريمات والمسك طبعاً والمكياجات طبعاً. خاصه يمكن يلي بيستخدموا بوقت كثير كبير المكياج. صحيح. شو بتنصحيهم؟ اول شيء بنصحهم دائما بصابون يسكر المسامات، لانه نحن بدنا نسكر المسام المفتوحه مشان البشره ما تمتص الميك اب او تمتص المنتجات اللي بدها تنحط عليها. مثل ما حكينا، بعد الصابون فينا نستخدم ما ورد المقطر، وفينا بعدين نطبق المكياج بشكل كثير طبيعي. ننتقي دائما مكياج فيه واقي شمسي خلال الصيف، وممكن نخفف من الواقي، يعني نخفف العيار تبعيته خلال الشتاء، بس هذا ما بيمنع انه نحن ما نستخدم ابدا، لازم دائما نستخدم واقي. يعني في احيانا كمان فترات طويله بيتم استخدام المكياج فيها، مثل نحن يعني بشكل يومي او بشكل مستمر، بيقولوا انه مثلا لازم قبل المكياج تحطي بيز، بس بنفس الوقت البيز طبعاً بيسكر مساماتك لفتره طويله، يعني صحيح كمان طبعاً بيكون في مشاكل من خلال الدهون اللي بتتراكم تحت الجلد او تحت البشره، كمان لها تاثير سلبي. صح، لازم يكون في خيار كمان انسب. طبعا هلا بالنسبه لكم انتم دائما بشرتكم هي دائما بتدل على صحتكم مثل كمذيعين، لازم دائما تعتنوا بالبشره. نحن ما بدنا نسكر البشره، نحن بدنا نخلي المسام نظيف مفتوح ونظيف، مشان وقت نطبق عليه المكياج ما يصير عندنا مشاكل الحب او مشاكل افراز الدهون. مثل ما حكينا فينا نطبق الماورد، هو ما بسكر المسام، هو بيقبض المسام تقبيضا. وبالنهايه مثل ما حكيت، التنظيف الصحيح ليلا، التنظيف الصحيح طبعا التنظيف والاعتناء وترطيب البشره بالصابون المناسب لبشرتك، لازم هذا دائما نحن نتذكره خلال النهار. اذا بدنا نرجع شوي للطفل، يمكن حكينا عنه بشكل سريع، لكن اليوم الام كيف تقدر تنتقي الصابونه المناسبه لبشره الطفله واكيد ما يسبب له اي حساسيه؟ اكيد طبعا. بالنسبه للاطفال، نحن صابون كاندي شوب تبع الاطفال كثير عم بيكون مثل ما حكينا ما فيه مواد ملونه، العطورات منتقيه
الاوقات كثير بعنايه كونه الطفل كثير بشرته بتكون حساسه، ودائما بيصير عنا احمرار وحكي في حال الام ما عرفت تتعامل مع بشره طفله. في عنا قسم كثير كبير نحن للاطفال، في عنا الاطفال الصغار لسه البيبي او الرضع، وفي عنا للاطفال اللي بتصير بعمر 4 أو 5 سنين اللي هن بيصيروا بيحبوا يعتمدوا على حالهم، بيحبوا هن يغسلوا هن يهتموا بنفسهم مثل ما بنعرف هذا الوقت. بالنسبه كمان للشعر الطفل، في عنا نحن من منتجاتنا شامبو لشعر الاطفال، بنعرف كلنا شعر الطفل دائما رقيق بكهرب وبصير في صعوبه بتمشيطه اذا ما عرفنا نحن نتعامل معه. الشامبو كاندي شوب معزز بفيتامين B5 مثل ما بنعرف نحن البانتينول او B5 هو مغذي للبشره ومغذي لفروه الراس، وبيعطي نعومه كثير كبيره لشعر الطفل مشان الام تقدر تسرح له شعره باسلوب كثير مريح، هي بترتاح وشعر الطفل ما يتكهرب ويضل محافظ على نعومته. دكتورة نورين قولي، بدنا نشكرك على وجودك معنا، يمكن عالم التجميل عالم واسع كثير كثير كبير، فأكيد لنا كمان وقفات بحلقات قادمة. شكرا كثير لك. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. شكرا لك، وإن شاء الله أكيد لنا لقاءات ثانية مع حضرتك. أكيد إن شاء الله، بتمنى الكل يستفيد. ميرسي، شكرا لك.